جئنا هنا لكي نعبر عن مواقفنا المشروعة من كل التجاوزات التي تطال المناضلين والمناضلات والمتمثلة في المحاكمة السورية التي تلاحق خيرة مناضلي التنسيق الوطنية. جئنا أيضا وكما سطره المجلس الوطني وما جاء به البيان الوطني من أشكال نضالية احتجاجية إقليمية وجهوية إلى جانب 5 أيام من الإضراب في إطار مواصلة النضال من أجل الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية، وهذا حق طبيعي وحق دستوري أسوة بباقي موظفي القطاعات الأخرى وقطاع وزارة التربية الوطنية بخاصة. أيضا جئنا هنا لكي نعبر عن شجبنا ورفضنا للاقتطاعات أو بالأحرى السرقات التي تطال أجور المضربين والذين مارسوا حقهم الدستوري في الإضراب وتم الاقتطاع من أجورهم أو من أجرتهم، حيث أن متوسط هذا الاقتطاع يعني يصل إلى 1300 درهم أو 1200 درهم تقريبا، وهي اقتطاعات الغرض منها هو ثاني المناضلين والمناضلات عن تسجيل خطوات نضالية، لكن نحن نعتبر أن هذه الاقتطاعات ستزيدنا إصرارا وعزيمة على المواصلة والنضال بروح المسؤولية وبكل وطنية من أجل تحقيق مطالبنا العادلة والمشروع. اليوم نحن أمام المديرية الإقليمية لطنجة أصيلة ننظم هذه الوقفة بعد تلبية لنداء التنسيقية ب5 أيام من الإضراب. هذه الوقفة طبعا نحن مطلبنا الواحد والأوحد هو الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية والمساواة ديالنا بباقي الأطر التربوية اللي حنايا كنشتغلوا معاها، يعني في نفس الظروف كنخدموا في نفس الظروف كنعطيو نفس المهام، ولكن واحد هو مستقر في العمل ديالو ونحن على أرضية هشة لا نعاني من الاستقرار، وهذا عدم الاستقرار يجعلنا نشتغل في ضغط وما كنقدروش نعطيو يعني ما هو مطلوب منا على اكمل الوجه، يعني خصنا واحد الاستقرار نفسي واحد الاستقرار مهني اللي يخلينا نعطيو في التعليم وان شاء الله والنهوض بالمنظومه التربويه والتعليميه ان شاء الله. بالنسبه للوقفه الاحتجاجيه التي نقوم بها الان هي وقفه خاصه بالاساتذه الذين فرض عليهم التعاقد، جاءت في اطار الاستمرار في المطالبه بتحقيق الادماج الذي ما زلنا نناضل من اجله في تقريبا للسنة الخامسة على التوالي، وهو مطلب يعني مشروع لا يمكن لأي أستاذ من فئة هذه التنسيقية أن يحرم منه، بحيث يجب أن يكافأ جميع أساتذة القطاع ويعاملوا بنفس القوانين الجاري بها العمل في الوظيفة العمومية. لا يعقل أن يكون يعني إطار تربوي يؤدي نفس المهام التي يؤديها أساتذة التابعين للوزارة ويحرم من نفس الحقوق التي يستمتع بها الأساتذة التابعين لوزارة التربية الوطنية، إذن هذا يعتبر ضربا في حقوق الأستاذ بصفة عامة. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.